بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات، تتواصل الانطلاقات، انطلاقة الشوط الرابع عشر الخاصة بفئة الإبكار، الثنايا، المهجنات، الأصايل، مسافة 8 كيلومترات هي الحاضرة معنا في هذا المساء وفي هذا المهرجان، مهرجان جائزة زايد الكبرى هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى. متعبة المركز الأول، مهير بن سعيد بن سالم بن رغش الشامسي من يقدم لنا انطلاقة متعبة على أول التحديات، بينما المركز الثاني الوصول مع بحور علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري الشعار الاقتصادي يتقدم الآن على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث نوادر ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيالي، والمركز الرابع القدوم مع دليار سالم بن مبارك بن سالم الزرعي من يقدم لنا انطلاقة ديليار على مستوى المركز الرابع. التسلل والانطلاق مع شعار بن دري من تسلل في هذه اللحظات مع براقة أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، وأيضا شعار بن رشيد القادم بكل قوة المعلن عن حضوره المميز مع تواجد الحذرة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يتسلل من مركز إلى مركز وفي طريقه إلى مقدمة الشوط من خلال انطلاقة الحذرة المميزة هنا، وصلت وتقدمت إلى المركز الثاني. نتابع بدورنا المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام. القادمة دولة للسيد الغبشي بن سهيل بن الغبشي الشريف القادم على المركز السادس وسابع. التحديات والانطلاقات، القدوم مع نوادر ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي، أيضا القدوم مع تكريم للسيد مبارك بن أحمد المنصوري من يتقدم الآن، بن دميره القادم والمنطلق على مستوى المركز الثامن والتاسع. التحديات والانطلاقات، سحابة محمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي والمركز العاشر. شعار الخطير القادم هنا والمنطلق مع تواجد شديدة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا شديدة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى. نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة الأولى والانطلاق الأول مشاهدينا متابعينا الكرام، والقيادة مع شعار بن رشيد وأيضا بن حمودة الاقتصادي على المقدمة الأولى على الانطلاق الأول والتحدي الأول مع بحور علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري من يقدم لنا بحور على أول التحديات على أول الانطلاقات باحث عن الناموس وعن الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني الحذرة بشعار بن رشيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. دولة القادمة الغبشي بن سهيل بن الغبشي الشريفي القادم على مستوى المركز الثالث والمركز الرابع، سحابة محمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي من يقدم لنا انطلاقة سحابة. المركز الخامس من تحمل الرقم 4 متعب السيد مهير بن سعيد بن سالم بن رغش الشامسي، والمركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام براقة أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا براقة.
والمركز السابع محطم السيد عبد الله بن حمد بن محمد دميه العفاري من يقدم لنا انطلاقه محطمه. المركز الثامن القدوم هنالك والانطلاق مع دليار سالم بن مبارك بن سالم الزرعي من يقدم لنا انطلاقه دليار. ايضا الذيبه قادمه. على المركز التاسع عبد الله بن مبارك بن شوط الاخيلي وصل على المركز التاسع. المركز العاشر القدوم والانطلاق والتحديات مع تكريم مبارك بن احمد المنصوري مالك تكريم بدا يتقدم الان على المركز العاشر وهنالك اسماء وشعارات قادمه خلف العشرة المراكز الأولى ننتظرها في الكيلومتر الأخير والخطير. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، إلى التغيرات التي طرت وجرت على المركز الأول. دوله من غيرت الأمور الغبشي بن سهيل بن الغبشي الشريفي من يتواجد هنا ويتسلل ويستلم زمام الأمور. مشاهدينا متابعينا الكرام انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها والقيادة مع دوله على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. المركز الثاني بحور بشعارها الاقتصادي الكبير تتقدم الآن بحور، تنطلق بحور، تعود ملكية بحور للسيد علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. المركز الثالث الحذرة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا الحذرة وانطلاقتها المميزة. المركز الرابع القادمة محطمة للسيد عبد الله بن حمد بن ميه العفاري. والمركز الخامس الوصول مع سحابة محمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي القادم على المركز الخامس. 5 أسماء 5 شعارات بدأت بالانفراد، بدأت بالانطلاق المميز بحثا عن الناموس وعن الفوز والانتصار. 6 التحديات شعار بن دري مع براقة أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم لنا براقة. المركز السابع الفائزة الفائزة تتقدم بشعار سلطان بن محمد بن حمد الدرعي من يقدم لنا الفائزة وأول نداء لها، أول نداء لانطلاقة الفائزة. أيضا التسلل من الجانب الأيمن رصاصة للسيد عبد الله بن عبيد بالحلوس العامري من يقدم لنا هذا الاسم على مستوى المركز السابع وثامن. التحديات الذيبة عبد الله بن مبارك بن شوط الخيالي. أيضا تكريم مبارك بن أحمد المنصوري وتابع شعار الخطير شعار بن رشيد القادم مع شديدة. أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي بدأ يتقدم الآن الوصول والقدوم مع شعارك يا الحبسي مطفيه القادمة. هنالك عبد الله بن جعفر بن مرخان الاكتبي من يقدم لنا انطلاقة مطفية وأيضا القادمة فيافي. مرحبا بفيافي ومالك فيافي راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري والوصول والاندفاع والتقدم في هذه اللحظات من الوثبة. سالم بن سعيد بن عمان المهيري وأيضا القادمة دليار سالم بن مبارك بن سالم الزرع يا ابناء السلطنة القادمين هنا. ولكن اكتفي بهذا القدر. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة الأولى. القيادة والريادة ما لها إلا الشعار الاقتصادي. بحور على المركز الأول، بحور من تقود المسيرة على المركز الأول تنطلق بشعارها الكبير والغني عن التعريف علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري من يقدم لنا هذه العروض المميزة على الصدارة الأولى. الحذرة قادمة، بن رشيد قادم مع انطلاقة الحذرة. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا الحذرة. والمركز الثالث هنالك دولة الغبشي بن سهيل بالغبشي الشريف القادم والمنطلق على المركز الثالث. المركز الرابع محطمة القادمة عبد الله بن حمد بن محمد دمية الأعفاء وايضا شعار بن حلوس الحاصل على الرمز في مساء هذا اليوم يتقدم وينطلق هنا.
أيضا القدوم مع براقة للسيد أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي من يتقدم الآن. وصل المجازف، وصل بن زيتون يتقدم هذا الانطلاق. غرور محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تتقدم الآن. غرور على مستوى المركز السابع وثامن التحديات والانطلاقات بن عمان يصل في هذه اللحظات مع الوثبة. سالم بن سعيد بن عمان المهيري، يا سلام، بدأت التحديات، بدأت الانطلاقات المميزة لمن الناموس القادمة. شروق الأدهم بن نايض بن عوض الرشيدي من يقدم لنا بروك، ولكن العودة إلى المقدمة الأولى، إلى الصدارة الأولى مع المنعطف الأخير لمن الناموس يا بن حمودة. بن حمودة لا زال هو المسيطر، هو في القيادة الأولى، بينما المركز الثاني الحذرة تتقدم بشعار خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ورصاصه القادمة. على مستوى المركز الثاني يتقدم شعار كينج الانتاج عبد الله بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري من يحتل المركز الثاني. بن دري قادم، بن زيتون قادم، بن عمان قادم. وصلت الأسماء القوية، وصلت الشعارات العملاق. يا سلام، مع اقترابنا للكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير يا بن حمودة. بدأنا هنا برحلة الإقلاع في ميدان الوثبة في عاصمة الميادين لمن الناموس. الله الله على هذه الأسماء المميزة، كوكبة من الأبكار، الثنايا المهجنات، الأصايل، بن حمودة، بن زيتون، بن دري يصل هنالك من الجانب الأيسر، وأيضا بن حنوس، بن حنوس وبن رشيد والقادم الرشيدي. ولكن بن حمودة هادي الأعصاب والعصافي الأبطال، بسم الله ما شاء الله، تنطلق بحور بحور بحور. بن زيتون وبن دري، بن دري وبن زيتون، لمن الناموس، لمن الفوز والانتصار. الأسماء العملاقة، التنافس ما بين الكبار، الصراع ما بين الكبار. بن حمودة الاقتصادي، الاقتصادي، بن دري، بن زيتون، الله الله، المجازف 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 يقدم غرور ويحق لك الغرور يا مالك غرور. سلام للمجازف، سلام لمالك غرور محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بن منازف، يدل طرق النواميس جيدا. سلامي على بن زيتون مالك غرور، سلام لهذا الشعار الكبير. تهانينا والناموس. المركز الثاني الوصول مع شعار أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، وثالث المراكز وصلت شروق الادهم بن نايض بن عوض الرشيدي، ورابعا المركز الرابع بحور علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري، وخامس المراكز وصلت وجدان سعد بن طالب بن محمد بن شريم المري. تهانينا والناموس لمالك غرور المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قدم لنا غرور في ختام هذه الأشواط. تهانينا والناموس ولحظات وصول غرور قاطعة مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة التوقيت الزمني 46 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان الوصول مع براقة أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي 12 دقيقة 47 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث وصلت شروق الأدهم بن نايض بن عوض الرشيدي 12 دقيقة 48 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.